مساء الخير. العاصمة الإدارية الجديدة بتتزين حالياً لاستقبال دواوين الوزارات وموظفيها بشكل رسمي وفعلي مع بدء الانتقال الفعلي إلى العاصمة. امبارح بس بدأت وزارة النقل تشغيل الخطوط الخارجية لمواصلات العاصمة من خلال تشغيل 48 خط أتوبيسات من جميع نقاط محافظات القاهرة الكبرى. ده بيحصل طبعا بالتزامن مع انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي من مقر الحكومة في العاصمة الإدارية، وإطلاق شارة بدء الانتقال التدريجي للوزارات للعمل من الحي الحكومي رسميا. كمان تم الإعلان من جانب شركة العاصمة الإدارية عن مشروع المنطقة الصناعية على مساحة 2000 فدان، وتوقعات الانتهاء من تصميماتها في النص الثاني من العام الجاري، وبدء تدفق طلبات المستثمرين الخليجيين والأجانب على حجز المشروعات. في الوقت ده شركة بيراميدز للتطوير العقاري بتواصل مشروعاتها على قدم وساق داخل العاصمة للانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة سلفا. الشركة بتحتفل ببكورة إنتاجها في قلب العاصمة الإدارية، وهو المشروع العاشر ليها، مشروع بيراميدز سيتي اللي بيتكون من 34 مبنى جوه مدينة متكاملة. القائمين على المشروع بيعتبروه بمثابة مدينة سياحية، ترفيهية، إدارية، طبية وفندقية، وبصمة مختلفة للعمارة في مصر. كاميرا البوصلة صورت هذا التقرير، هنشوفه ونرجع نكمل فقرتنا مع حضرتكم. طرحه شركة بيراميدز وتحت شعار المعاينة قبل التعاقد، من وجهة نظري هو مش بس بيلبي احتياجات السوق العقاري المصري زي ما احنا درسنا السوق 2018 وطرحنا فيه الأفكار اللي تبدأ توسع معايا القوة الشرائية وتستقطب القوة الشرائية للاستثمار العقاري، ولكن يمكن احنا من 3 أو 4 أيام كنا متواجدين في دولة الإمارات. طبعا اخواتنا العرب بيهتموا جدا بالاستثمار، وفي الفترة الأخيرة بالاستثمار في العقار المصري تحديدا، لأنه بيحقق أعلى عائد على الاستثمار في العقار يمكن على مستوى العالم بسبب طرح المدن الجديدة اللي طرحتها الدولة مؤخراً واستراتيجية التنمية المستدامة اللي طرحتها الدولة بطرح 26 مدينة جديدة الهدف منها هو التشغيل مش الإنشاء. الطرح الجديد اللي بتطرحه الشركة يمكن بيلبي احتياج كتير قوي مننا، وفي نفس الوقت بيلبي احتياجات السوق الخارجي من خلال التعاقد على الوحدة، وهي قائمة بالفعل يمكن دي الثقافة اللي بيهتم بيها السوق العقاري الخارجي أكتر من السوق العقاري المصري. عشان كده يمكن الطرح الجديد اللي بتطرحه الشركة مش بس بيساعد وبيسهل عملية وإجراءات الشراء والاستثمار للسوق العقاري المصري أو السوق العقاري المحلي، ولكن هو كمان بيلبي احتياجات السوق العقاري العالمي، وده اللي يمكن بننفذه وكان موجود في خطة الشركة من طرح مشروعاتها من بداية 2018 من توسيع القوة الشرائية على مستوى السوق المحلي، ودلوقتي احنا بننفذه على مستوى عالمي ومستوى دولي، لأن أغلب الثقافات الخارجية في الاستثمار بتعتمد على الاستثمار في المشروعات القائمة على أرض الواقع وموجودة بالفعل، زائد ان الاستثمار بيتضاعف لما بيبقى فيه كميه انشاءات ضخمه، او خلينا نقول ان الاستثمار العقاري قائم على ركنين اساسيين وهو الار او اي والار او اي اللي بيحقق اعلى عائد على الاستثمار. لما اتعاقد على وحدتي وهي منشاه بالفعل على ارض الواقع انا محقق 30% من الاستثمار، وده موجود بالفعل على ارض الواقع وانا بتعاقد على الوحده بنفس السياسات التسعيريه اللي بتطرح للمشروعات الاوف بلان. طرح مشروع وهو بيتباع على ارض الواقع او بدون اللجوء للاوراق اللي بقى لنا فتره بنشتغل فيها على العاصمه، واستكمال لفكر الشركه في اعتقادي ده هيفتح سوق كبير جدا لمصر والاستثمار العقاري في مصر وتحديدا في الاسواق الخارجيه، وده اللي يمكن بنحاول نحققه من البدايه، وهو اعلى عائد على الاستثمار من زياده الاصول، وفي نفس الوقت اعلى عائد على الاستثمار من الار او اي او معدل النمو ومعدل دوره راس المال. فالطرح ده في اعتقادي هو هيقدم احتياجات ومتطلبات شريحة كبيرة جدا من السوق المحلي، زائد شريحة أكبر بكتير قوي 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 من السوق العالمي العقاري بوجه عام.
شركة بيراميدز من خلال 2018 أو من بداية 2018 بدأت تنتهك فكر جديد بتبتدي تغير منه فكر السوق العقاري المصري. كنا بنحاول نواكب احتياجات السوق في الفترة دي، كان السوق محتاج تعديل في خطط السداد، كان السوق محتاج تعديل كمان في أنظمة الطرح اللي بيطرح بيها المشاريع. بدأنا نطرح مساحات صغيرة في الفترة دي، بدأنا كمان نعمل أنظمة سداد على فترات طويلة بتساعد العميل إن هو إزاي ينجح استثماره. خلينا نقول كمان إن إحنا بعد فترة زمنية خلال مشوارنا من 2018 لحد دلوقتي حطينا سياسة جديدة، وهي سياسة تشغيلية لتشغيل الوحدات، والفكر بتاعها التشغيلي بشكل كبير جدا. وصلنا حاليا دلوقتي بمرور الزمن، بمرور أحداث كورونا مرت علينا، خلينا نقول إن في أزمة اقتصادية عالمية واجهت السوق العقاري المصري بشكل كبير جدا، مع عوامل التضخم اللي بيقابلها السوق الاقتصادي أثرت على مطورين كتير، أثرت على بعض الشركات اللي قدرت في وقت قليل يحسوا بحالة التعثر اللي مش قادرين يكملوا فيهم المشاريع بتاعتها. مش بس كده، ده هو كمان الفكر الاستراتيجي اللي بتحط من شركات التطوير العقاري في إنشاء بعض المباني بشكل معين أو بشكل مخصص، مع وجود الأزمة اللي بنحاول إن احنا نعيشها دلوقتي أو نتعايش معها، في بعض الشركات مش قادرة تنفذ الكلام ده. شركة بيراميدز النهاردة حطت فكر جديد، فكر إن أنا إزاي أخلي العميل يعين وحدته، يستلم وحدته ولو استلام مبدئي قبل التعاقد. معنى كده ان انا بتبع السياسة الجديدة اللي موجودة حاليا في السوق العقاري المصري اللي بتوضعها شركة بيراميدز على ساحة السوق لضمان السوق، للحفاظ على السوق العقاري المصري، لفكرة الاستثمار الآمن اللي بتأمن عند العميل بشكل كبير جدا استثماراتي. عين قبل ما تتعاقد او استلم وحدتك استلام مبدئي قبل ما تتعاقد. فكرة شركة بيراميدز هو فكر متجدد بيلبي احتياجات كل السوق العقاري المصري. عندنا تعليمات من الشركة ان احنا نضغط الجدول الزمني بتاع المشروع، فبدأنا في اول مشروعين اللي هو B6 وB5، دول بدأنا تقريبا حوالي شهر اشتغلنا الاساسات المسلحة والاعمدة وبقية العناصر، والمفترض ان احنا في خلال 60 يوم هنخلص الدور الثاني للمشروع، نكون وصلنا للارضي والدور الثاني ان شاء الله باذن الله بالمشروع. بنضغط طبعا ان احنا بنكثف ساعات العمل، شغالين حوالي 16 ساعة على ورديتين 8 ساعات و8 ساعات، بنبدأ من 8 الصبح أو 7 الصبح لحد الساعة 5، ومن بعد 5 بيبقى فيه وردية تانية بالليل. احنا عندنا هنا طقم كواليتي كنترول من الاستشاريين الموجودين في المشروع، وفي كواليتي كنترول للمحطات الخرسانة وللسيستمز الإنشائية اللي موجودة برضو. كل شركة بعت طقم كواليتي كنترول للإشراف على الجودة إنها تتم طبقا للكود المصري والمواصفات بتاعة شركة العاصمة. احنا زي ما تعودنا من شركة بيراميدز، انا دايما لازم اطور في افكاري ولازم اطور في كل الافكار اللي بتبناها للسوق العقاري من اول 2018 ل 2023، من اول ما ابتديت بتوسيع القوى الشرائية وجذب شرائح جديدة للسوق العقاري من خلال المساحات الصغيرة، عملت اكتر من اوبشن واكتر من فكرة. كنت دايما بفكر في احتياجات العميل، لازم ألبي متطلبات واحتياجات العميل بتاعي. من 2018 عملت له مساحات صغيرة، عملت له اوبشن استثماري جديد، انظمة سداد تتماشى مع كل لشرائح المجتمع، عملت تنويع للمحفظة الاستثمارية للعميل، حافظت على استثمارات العميل، وابتديت بفكرة ستصدير العقار وصناعة العقار، إلى أن وصلت النهاردة أن أنا بعمل معاينة قبل التعاقد. يعني ايه معاينه قبل التعاقد؟ نظرا للظروف اللي حصلت خلال الفترات اللي فاتت في العالم كله، الظروف الاقتصاديه والاحوال الاقتصاديه، لازم كنت اوجد حلول وافكار جديده طبعا تتماشى مع رؤيه الشركه وتعتمد على الافكار القديمه برضو وتدعم الافكار بتاعتي القديمه من اول 2018 وتتماشى مع رؤى الدوله. عملت ايه؟ المعاينة قبل التعاقد ان انا النهاردة بدخل نفسي في قائمة القائمة الخضراء. يعني ايه القائمة الخضراء؟ ان انا النهاردة كل العملاء بتاعتي انا مش محتاج حضرتك تدفع لي ولا جنيه غير لما تشوف الوحدة بتاعتك. ما تتعاقدش، لا تعالى شوف الانشائي، انزل ارض الموقع، هشيل يعني تشيل فكرة خالص ان لازم امشي في الاندر كونستراكشن او تحت الانشاء وبعد كده استنى سنة ونص وسنتين وثلاثة عشان العميل يستلم، لا. فأنا بشيل التخوف الصادر من العميل بحيث أن أنا النهاردة أوجد له الحل الأمثل. أنا حابب أبدأ أول كلامي بالفكرة اللي اتطرحت من شركة بيراميدز أو السلوجن اللي اتطرح مؤخرا من شركة بيراميدز، هو عين قبل التعاقد.
أعلنت شركة بيراميدز رسمياً إيقاف البيع في كل المشروعات اللي تحت الإنشاء. إحنا دلوقتي موجودين في أرض بيراميدز سيتي، ده عاشر مشروع يعتبر لشركة بيراميدز. العميل يقدر يجي يشوف وحدته قبل التعاقد، لأن إحنا دلوقتي لسه في مرحلة الحجوزات. إحنا دلوقتي خلصنا البيزمنت الأول والبيزمنت الثاني، ودلوقتي في عمدان الدور الأرضي، ولسه كمان ما فتحناش حجوزات في لسه ما فتحناش تعاقد في المشروع. يقدر العميل قبل التعاقد يجي يعاين وحدته كمان، ويقدر كمان يستلم وحدته كمان استلام مبدئي، ويقدر يشوف وحدته قبل ما يكتب العقد في مقر الشركة. احنا اول مره ننزل بالفكره دي المعاينه قبل التعاقد. دايما شركه بيراميدز بتنزل بافكار مختلفه، هي مش مجرد بتيجي نقول احنا عندنا لونش جديد او مشروع جديد، احنا دايما بنحط فكر ورؤيه جديده لكل مشروع بننزل بيه. المره دي الفكره مختلفه والاستراتيجيه مختلفه تماما عن اي استراتيجيه نزلنا بيها. ليه؟ لان رسميا بتعلن شركه بيراميدز عن ان احنا بنفتتح فكره الاون بلان مش الاوف بلان. يعني النهارده انت تقدر تشوف وحدتك على ارض الواقع، مش مجرد ان انت بتشتري يونت في شركه بيراميدز. طيب ده بيؤيد فكرتنا من اول يوم نزلنا، لان احنا من 2018 لحد النهاردة احنا عندنا 10 مشاريع. سريعا لو عدينا على الفكر والرؤية اللي احنا نزلنا بها في العاصمة الإدارية، احنا اول حاجة كان هدفنا الرئيسي هو تحويل السلع الاستهلاكية لسلع استثمارية. يعني انا مش مجرد بشتري شقة او محل او مكتب لمجرد الاستهلاك، لا، انا اقدر يعني استخدم الحاجات دي كمان للاستثمار او استهلكها واستثمارها في نفس الوقت. تاني حاجة ان احنا بنستقطب كل شرائح العملاء او بنوسع القوة الشرائية من خلال ان احنا بنطرح انظمة دفع جديدة بتناسب كل شرائح العملاء أو بأطول فترة سداد. في نفس الوقت بنطرح مساحات صغيرة زي 20 متر و 30 متر اللي ما كانتش موجودة في السوق العقاري قبل كده. احنا نقدر نقول النهاردة ان عام 2023 هو عام التشغيل، لان انا كشركة بيراميدز بنفرد بتشغيل النهاردة اول مول في العاصمة الادارية، وهو المول جراند سكوير. النهاردة انا بكمل الرؤية بتاعتي، ان انا كنت عندي رؤية من اول ما نزلت من 2018 لحد النهاردة احنا 2023، كان عندي رؤية من خلال ان انا نزلت بانظمة سراب مختلفة، ان انا كنت بوسع المحفظة الاستثمارية للعميل، ان انا انوع له المحفظة من خلال استثمار في سياحي وفندقي وفي تجاري وفي اداري. طب النهارده العميل اللي اشترى معايا من 2018، النهارده من حق العميل ومن حق السوق العقاري يشهد تشغيل. فالنهارده بالنسبه لي انا كشركه بيراميدز هو عام التشغيل بتاعي، من خلال ان انا سلمت مرحله في مشروع لكابيتال والعملاء جت استلمت بنفسها مرت محضر استلام، من خلال ان انا النهارده شغلت مول جراند سكوير. النهارده حضرتك العميل اللي اشترى معايا في مول جراند سكوير هو اول عميل عنده ايجار في العاصمه الاداريه. فالعميل اللي عنده محل عندي في مول جراند سكوير هو العميل الاول اللي بيقدر ياخد ايجار في العاصمه الاداريه. بس النهارده في رؤيه جديده لازم تتماشى مع السوق. فالنهارده انا بعلن عن استراتيجيه جديده، وهي استراتيجيه المعاينه قبل التعاقد. عايز اقول لحضرتك ان المشروع اللي انا واقف عليه ده هو مشروع انا لسه بطرحه للبيع. فالنهارده انا بامن العميل بشكل 100% من خلال ان انا بقدر ان انا اتماشى مع رؤيه الدوله، من خلال ان انا ما بعش مشروع اوف بلان. العميل النهارده هو متامن 100% من خلال انظمه السداد اللي انا بعرضها عليه، تفويض بالايجار اللي بيضمن للعميل التشغيل بتاعه بعد الاستلام. والنهارده العميل قبل ما يوقع العقد بتاعه يقدر يجي يعاين الوحده بتاعته. فالنهارده الرؤيه دي بتتماشى مع رؤيه الدوله. النهارده انا مش ببيع لك حاجه صحراء، مش ببيع لك حاجه اوف بلان، لا، انا النهارده ببيع لك حاجه فيها نسبه انشاءات زي ما احنا شايفين كده واقفين في مشروع لسه بطرح فيه مبنى جديد باسعار افتتاحيه بانظمه سداد بعوائد استثماريه مختلفه فيها نسبه انشاءات تكاد تتخطى 33%. النهارده ده بيحافظ على ايه او بيفيد العميل بايه؟ اولا بحقق له عامل المصداقيه والامان اللي العميل كان مفتقده بسبب ان في تدهور في السوق العقاري، او ان في بعض الخلل، او ان في بعض الشركات ممكن نقول انها تعثرت في الانشاءات او تاخرت شويه. النهارده انا بوفر للعميل عامل المصداقيه، واللي هو اهم حاجه بالنسبه للعميل النهارده، عن طريق نسبه الانشاءات. بصدر العقار عن طريق النهارده المستثمر الاجنبي. المستثمر الاجنبي عمره ما اشترى حاجه اوف بلان، عمره ما اشترى حاجه على ورق. المستثمر الاجنبي دايما بيدور على حاجه فيها نسبه انشاءات عاليه، مش عايز ياخد الريسك، هو عايز يشوف حاجه منشاه او مبنيه يبدا يحط فيها فلوسه عشان دوره راس المال بتاعته تزيد. طب النهارده انا موفره له دوت حاجه بيشوفها على ارض الواقع، في نفس الوقت بيكسب فيها كل المكاسب وكل الانظمه وكل العروض اللي انا بطرحها للاوف بلان. We'll be right back.
برحب بحضراتكم. اليومين اللي فاتوا شركة العاصمة الإدارية أقامت مؤتمر صحفي بالتعاون مع شركة أرك بلين للتطوير العقاري بحضور المهندس المعماري الأشهر في العالم ستيفانو بويري، اللي عمل محاضرة بديعة عن طبيعة العمارة المستدامة في العاصمة الإدارية. المؤتمر ده حضره المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة والمهندس أحمد عاشور رئيس شركة أرك بلين للتطوير العقاري، وشهد حضور كثيف من الخبراء والمطورين العقاريين. تعالوا نشوف مع بعض التقرير ده ونرجع نكمل فقراتنا معاكم. الشركة النهارده كان مستر ستيفانو بويري، ده من اكبر من اشهر المعماريين في العالم، الناس اللي هم بيصمموا الاستدامه والسستينابيلتي، كان موجود في مصر ان هو مصمم لاحدى الشركات المطوره اللي شغاله معانا. فاحنا حابين نعمل ندوه عندنا في الشركه، ودي سياسه جديده الشركه بتنتهجها دلوقتي من احد المطورين الكبار اللي عندنا في العاصمه، وهي طبعا هي ستيفانو بويري هو الاستشاري بتاعهم في التصميمات. وطبعا دي يعني حاجه كويسه جدا سواء للعاصمه الاداريه، ان النهارده بقى اكبر المكاتب الاستشاريه في العالم شغاله معانا هنا في العاصمه. But we are proposing three new buildings for the new capital. They all are acting as clean energy power plants. They absorb the sun, the energy from the sun. They are, let's say, managing the water in a very, very sophisticated way in order to avoid the excessive consumption of water. And they have a green core, a green heart. So we believe that these three buildings could become a model, a reference for other buildings in the new capital and in Cairo. النهاردة المؤتمر بيعتبر حدث علمي أو تقريبا ندوة علمية، إن ستيفانو بويري كان مهم إن هو يتكلم عن الكونسبت بتاعه الـ Vertical Forest اللي إحنا طبقناه معاه عن طريق الثلاث مشاريع بتوعنا. وكان مهم ان احنا نفهم القطاع العقاري يعني ايه استدامه. فطبعا احنا لازم نشكر شركه العاصمه الاداريه على الاستضافه دي، وعلى ان هي بدات تسمع ان يبقى في توكس ويبقى في ليكتشرز وتتعمل من خبراء حقيقيين وناس فعلا عندهم النوليدج، وده اهم حاجه عشان في الاخر نستفيد كلنا والعاصمه تستفيد. المشاريع اللي بتقام في العاصمه الاداريه مشاريع على مستوى عالمي، واحنا بنحرص في التطوير اللي بيحدث في العاصمه على طبعا معالجه المشاكل الضخمه اللي بيعاني منها المجتمع على المستوى المحلي والمستوى العالمي، مثل طبعا التغيرات في المناخ. أرك بلين ليها نظرة يعني مميزة جدا، إنها بتحاول كل المشاريع اللي بتعملها يبقى ليها يعني محور استراتيجي بالمساهمة بالتميز في الاستدامة بالذات. العاصمة الإدارية ماشية بكونسبت الاستدامة، وده مبني من أول يوم من النهر الأخضر لطريقة تدوير المية. وأرك بلين كانت رائدة في الموضوع ده، إن هي خدت الكونسبت ده وجابت واحد من العلامة في المجال دوت اللي هو بروفيسور ستيفانو، وقدر يصمم لها الثلاث مشاريع بتاعتها. الأسبوع اللي فات كان لينا لقاء مع واحد من صناع التغذية في مصر، اتكلمنا معاه عن نقطة تحول مهمة جدا في حياته، وهي تحوله من لاعب كرة قدم في النادي الأهلي وصولا لترأسه لشركة صناعات غذائية داخل سوق مش سهل أبدا والمنافسة فيه شرسة جدا، ومع صعوبات المجال اللي اختاره وكافح فيه وقدر يكون ليه بصمته الخاصة بخلطة سحرية محددة وهي الابتكار والاختلاف. هنتكلم الحلقة دي عن رحلة الصعود والأحلام والطموحات لرجل أعمال شاب مرشح بقوة ليكون نموذج لشباب كتير طموح وناجح. برحب بضيفي رجل الأعمال الأستاذ أحمد صادق رئيس مجلس إدارة شركة الوليد للصناعات الغذائية. أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ حنان.
بيتجدد اللقاء مرة تانية عشان نكمل صحيح. حوارنا اللي ما كملش الحلقة اللي فاتت، والحقيقة يمكن كان نفسي يبقى عندي متسع من الوقت علشان أعرف من حضرتك رحلة الصعود بعد ما عرفنا رحلة التحول. مؤكد أنه التحول من مجال الكورة لمجال البزنس ما كانش سهل أبداً، ومؤكد أنه كان محفوف بكتير من المخاطر والتحديات. عايزين نتكلم معاك بداية النهاردة علشان الشباب اللي بيشوفونا دلوقتي يستفيدوا حتى على الأقل من التجربة، يعرفوا إزاي قدرت تتحول بهذا الشكل لمجال تاني مختلف تماماً، تعمل شيفت كارير كامل وفي نفس الوقت تنجح. كلمني عن خطواتك، إزاي كانت شكلها؟ هو زي ما كلمت حضرتك الحلقة اللي فاتت، الموضوع جالي من أنا بداية الكورة كانت ماشية معانا كويس جدا، وأول ما حصل الدروب بتاع الثورة بدأت أنا فكرت أنا عايز إيه؟ عايز طموح، عايز إن أنا أطلع من المجال ده لمجال تاني وأنجح فيه. هي دي نفس الفكرة اللي الشاب المفروض يكون حاطط عينه عليها كويس جدا، هو أنت عايز إيه؟ أنا عايز أول شيء إنك تجتهد. حطيت قدامك إن أنا أجتهد، كل حاجة هتبقى سهلة بالنسبة لك في الحياة. فأنا عشان اجتهدت في الكورة وحسيت إن هي مش هتديني اللي أنا عايزه، فبدأت أدور على إن أنا أغير المجال بتاعي لمجال الصناعي، وبدأت أطور فيه زي ما حكيت لحضرتك الحلقة اللي فاتت. فالحمد لله أنا ماشي وحاسس إن أنا في نجاحات كتير جدا بحققها ولسه حققها. حتة نصيحة الشباب، هي الموضوع كله في ثانية. ممكن حد يقول أنا حاولت أو وعدت سنين، لا، هي ثانية أنك تاخد قرارك في ثانية. إيه هي؟ إن أنا أقول إن أنا هجتهد، والكل مجتهد النصيب طبعا، مفيش حد في الدنيا بيجتهد على أي شيء بيجتهد فيه. لو بيجتهد إنه يلبس يروح عيد ميلاد عشان يبقى شكله كويس هيبقى كويس، مش إنه يبقى ناجح. لو بيجتهد إنه عايز يسافر في يوم من الأيام عشان يروح يشوف بلد كويسة هيسافر. فيحط في دماغه التفكير ثانية إن أنا أقول هجتهد، وبعد كده يعمل ويشتغل ويحقق حلمه اللي هو اجتهد، اللي فكر فيه، اللي هي الثانية دي، إن هو يبدأ يقول أنا هشتغل وهجتهد وهسعى هيلاقي. ده اللي أنا عملته. يعني هو ده مفتاح الخلطة ولا ليها سر تاني؟ يعني هل النجاح في البزنس تالنت، موهبة، ولا خبرة، ولا اجتهاد، ولا كل دول لو في عنصر من العناصر دي مش موجود مش هيحصل النجاح؟ هي ترتيب. هي الثانية الأولى إن أنا خدت قرار زي اللي هو بالظبط حسبيها اجتهد، بس دي ثانية هي. وأعمل عليه على اللي لازم يكون عندك طبعا تالنت، لازم إن أنت النهاردة هتشتغل إزاي. ما في ناس كتير جدا مسكت فلوس بس ما عندهاش فضاعت، وفي ناس ما كانش معاه فلوس خالص وبدأت تشتغل وعليت. صح، ده عندنا نموذج مثلا الحاج محمود العربي الله يرحمه، يعني كان أسطورة من أساطير الكفاح والموهبة والنجاح، اللي يعني أتمنى أنه يتكرر كتير في شبابنا في مصر. يعني ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. الحاج محمود في لقاءات أنا حضرت له لقاء بيتكلم أنه هو كان شغال في محل وحط عينه على محل كان مقفول أو محلين، ففكر أنه هو عايز يشتريهم علشان يشغل عمالة. بس هو الحاج محمود ده أسطورة يعني. طب شاف المحلين مقفولين، حلم الناس تخش تشوف مواعظ الناس الكبيرة ديت والناس اللي اشتغلت، ان هو ياخدهم علشان يشغل عمالة، مش ان هو يكتسب ويبقى غني ويبقى الحاج محمود العربي الأسطورة. هو فكر الأول ان انا عايز اشتغل، وبعد ما انا كنت شغال في محلات انا هاخدهم ملك واشغل عمالة. فكر واشتغل لحد ما وصل ان هو بقى أسطورة تاريخية. الحقيقة انه لما بتصدق النوايا وبتتحد معها الإرادة الكون كله بيسخر لتحقيق حلم الإنسان. واعتقد ان دي كانت من ضمن الحاجات اللي ساعدتك في مشوارك. طول عمري انا شايف قدامي ان الحياة لسه ما خلصتش، وفي اوقات كتير جدا ممكن اكون قاعد مع نفسي واشوف رجل اعمال ناجح جدا، بقعد ابص على الحلقه وليكن هو في برنامج مثلا، اول حاجه بتيجي في ذهني على طول انا جاي، يعني هو ده اللي انا بقولها برضو، يعني الكلام اللي انا بحكيه دلوقتي ده هو ده نصايح للشباب، بس انا بقول انا عملت ايه. انا ممكن ابص على اللقاء بتاع رجل اعمال ناجح وليكن انا بحب ابو هشيمه جدا مثلا، يعني انا بحبه جدا في كفاحه ونجاحه، يعني
فممكن ابص على البرنامج وبعدين انا بيخش جوايا احساس خوف، مع ان انا ممكن اكون حققت حاجات في سني هي المناسبه دلوقتي، ان انا نزلت يعني انا موجود في الدنيا علشان اعمر واحقق بالظبط، مش علشان اكتفي ان انا ممكن اكون ركبت عربيه او قعدت في فيلا او عندي مصنع. لا، انا النهارده نازل، كل وقت بيعدي عليك انت لازم تنجح ولازم تتطور. هو ده الفكر لو دخل في عقول الشباب، وطبعا الشباب بتمثل 65% من سكان مصر. فالنهارده انت لو حطيت في دماغك ان انت نازل علشان تنجح وتعمر هتعمر صحيح. وهتنجح صحيح. حطيت في دماغي ان انا النهارده رحت اقدم في وظيفه ما اتقبلتش، رحت وظيفه تانية ما اتقبلتش، خلاص كده انا عملت اللي عليا، وده اللي بيحصل صحيح. مش هقول انت تفتح مشروع، ممكن تفتح مشروع وتفشل، بس تغير الكارير بتاعك، مش شرط تكون مهندس مثلا كهرباء ففشلت في القصه دي، ما تقدرش تفتح مواد غذائيه، افتح مواد غذائيه. انا كنت في كارير كوره رياضه وبعد كده اشتغلت في التصنيع، وكان ممكن تستسهل وتبقى تاجر، يعني تستورد وتبيع، وده بالزبط. اسهل بكتير واكثر بالزبط. ربحا، لكن انت اخترت الطريق الاصعب التصنيع، والتصنيع في مصر من الحاجات اللي مليانه تحديات من اول خطوه لاخر خطوه، لكن اعتقد انه ده ما كانش عائق قدامك اطلاقا في انك تكمل مشوارك. لا خالص، انا اخترت التصنيع مش التجاره، لان هو ده الطموح، تصنيع فيها تطور. انما التجاره شيء انا ممكن استورد كونتينر وابيعه اكتسبت، ما عملتش حاجه. انما النهارده كنت حابب ان انا يبقى لي في مجالي حاجه ببصمتي انا عشان احس بنجاحي. دورت على النجاح الاول مش على الفلوس، وهو ده برضو اللي انا بقوله، دور انك تنجح الاول قبل ما تدور انك تكتسب. لان وارد انك ممكن لو فكرت انك تكتسب ممكن تفكر غلط، فبالتالي الموضوع يجي عليك سلبي. يعني انا عايز اكتسب فممكن افكر غلط فاذي نفسي او اذي غيري، لان انا عايز اكتسب بطريقه ممكن ما تبقاش شرعيه. انما لو فكرت في النجاح الاول ومعيش فلوس في جيبي، الفلوس هتجيلك لان انت فكرت في الثابت بالظبط، في الهدف بالظبط، في الهدف الاسمى اللي يفيدك ويفيد اللي حواليك بالظبط. الحقيقه انه كتير من رجال الاعمال بيفكروا بفلسفه قد تبدو للبعض مش منطقيه، لكن هي بالنسبه لهم منطقيه، هي فلسفه لا تضع البيض كله في سله واحده. بمعنى لو انت عندك بزنس لازم تنوع منتجاتك في هذا البزنس او تنوع من البزنس نفسه. هل فكرت بالشكل ده ولا قررت تتخصص في المواد الغذائية فقط وتنجح فيها؟ لا خالص، لا، أي مشروع بيجي في دماغي وبدرسه كويس جدا حتى لو بره المواد الغذائية بفكر أن أعمله، لأن دي اللي حضرتك كنت بتقول عليها من 5 دقايق، الأربع حاجات اللي بيأهلوك أنك توصلي لان انت تبقي بيزنس مان كبير. هي طبعا انا حددناها، اول شيء الاجتهاد ولا التفكير الثانيه الاولى، انك خلاص قلت هجتهد، هي دي اساسها. وبعد كده المواهب اللي عندك، انك تقدري تشغلي دماغك كويس قوي وتعرفي بتكتسب ازاي. فلا طبعا، لا بدور ان احنا ان شاء الله باذن الله هنعمل مشاريع تانية، وبدانا بعد الغذائي بالاستثمار الرياضي، انشأنا شركة استثمار رياضي. رجعنا تاني للرياضة. رجعنا في دمنا، هي المشكلة ان الكرة في دمنا يعني ما نقدرش ننساها، وعندنا فكر فيها قوي جدا، قعدت فيها 15 سنة. احنا بنفكر في الاستثمار الرياضي، ومعايا تيم رياضي، كابتن سيد شعبان وكابتن محمد زيادي وطبعا وليد صادق. هايل. ده اخويا. فداخلين احنا الاربعة في استثمار رياضي. وفي شركة الوليد طبعا ان شاء الله بنطور فيها بشكل قوي جدا، وهي عقول قوية جدا. والتيم ده إذن الوليد بقى على اسم وليد صادق. بالظبط كده، هو اللي كسبان في القصه. اول مره اشوف حد بيكتب اسم شركته باسم اخوه، مش ابنه. فبنعمل استثمار رياضي. هيبقى قوي مش ضعيف، يعني احنا مش عاملينه ان احنا هنوصل ليه ان احنا نعمل نادي فقط، لا، هنعمل زي شكل منتجع رياضي لشركه الوليد بملاعب خاصه بيها، بمعسكرات للفرق بشكل كبير، زي منتجع رياضي كبير متكامل. بس ده مشروع مكلف جدا جدا، ومحتاج استثمارات كبيره جدا. ده حقيقي. ومحتاج وقت ومحتاج دعايه، يعني الموضوع مش سهل. طيب. يعني احنا هناخد حته اللي هي احنا دلوقتي بتقولي لي انصح الشباب انتوا عايزين تعملوا ايه. ان شاء الله ممكن
سنة، سنة ونص، سنتين بالكتير، وهيبقى فيه لقاء بيني وبين حضرتك، هبقى اعرض لك بإذن الله الاستثمار، يبقى في النادي وفي علشان يبقى كلام حقيقي الفرق وفي فعلا ان شاء الله. يعني بس طبعا مش هيبقى نادي، احنا بنتكلم في سنه بس طبعا، عشان النادي بيبدا من درجه رابعه الاول، مش ممتاز اللي حضرتك هتشوفيه في التلفزيون. طبعا طبعا عارفين طبعا، بس هو انا باخد من كلام حضرتك علشان يبقى كلامنا فيه. برضو من ضمن الحاجات اللي انا بقولها ان شاء الله يعني في خلال سنتين بإذن الله نقعد قعدة إن شاء الله، يكتب لنا القعدة مع حضرتك تاني اللقاء يعني إن شاء الله. هفكرك إن إحنا إن شاء الله عملنا إيه في الاستثمار الرياضي والتوسع اللي هيحصل بإذن الله في الوليد من مجمع الصناعات اللي كنت بكلم حضرتك فيه. إحنا يعتبر ما بننامش، بنستغل فرصة السن بتاعنا، الشباب فينا صحة، نقدر نروح نقدر نيجي دلوقتي، ما فيش نوم، في تفكير على طول من التيم اللي موجود من 4 أفراد، بن على طول مع بعض، اللي عنده فكرة بيقولها للتاني وبنبدأ نشتغل عليها وبنطور بشكل قوي جدا، وللحقيقة فعلا بنلاقي فيها بنلاقي خطوات سريعة، حتى لو الفكرة مش على قد الإمكانيات في الوقت الحالي ولكن بنحس ان احنا وصلنا لشيء منها بيدينا دفعة نكملها. كتير انا يعني انا يمكن في بداية شغلي خالص انا ممكن اخد عربيتي وامشي على الطريق واحلم واقول انا عايز امتلك شيء معين، عايز اوصل لشيء معين، والحلم بيفضل مراودني واقعد افكر فيه وبفضل الله بيحصل. دي الفكره اللي انا بقولها، ده الحلم، حلم الطموح. ومن ثم سعي بالظبط واجتهاد بالظبط واخلاص في النيه واخلاص في العمل والنيه الصادقه حقيقي للنفع في كل لكل اللي حواليك. الحقيقه انه دي يعني خلطه سحريه، خليني اعترف بده. بس خليني أقول لك إنه يمكن العاصمة الإدارية الجديدة أدت لناس كتير جدا فرص مهمة قوي، مش بس في الاستثمار العقاري. الدولة بتعلن دلوقتي عن المدينة الصناعية وهي المرحلة الثالثة من مراحل العاصمة الإدارية الجديدة، وتم الانتهاء من تصميماتها، وسيتم قريبا طرح مشروعات مهمة جدا صناعية في المنطقة الصناعية في العاصمة الإدارية بالقرب من السويس أو ميناء السخنة للمستثمرين. هل فكرت في العاصمة كمستثمر صناعي بقى، يعني مش عقاري، كمستثمر صناعي، هل فكرت تستفيد من الفرص اللي بتطرحها الدولة في هذا المجال أو في هذه المنطقة؟ ده رقم واحد، رقم واحد في التخطيط لينا وجودنا في العاصمة بشكل قوي من الاستثمار. ليه بقى؟ العاصمة شكل جديد، كيان جديد جدا، يعني الناس ممكن تشكر في دبي بشكل قوي جدا. ليه؟ هو لأنه كل حاجة فيها متكاملة، كل حاجة فيها معمولة صح بالضبط. يعني أنت ممكن تمشي في شوارع دبي في انبهارات بتوسيع الشوارع، بالإبراج، بالشكل، بالبنية التحتية، بالبنية التحتية، ده اللي بيحصل دلوقتي في العاصمة. فاللي نزل دبي وشاف بيسأل دبي من البلاد السياحية القوية جدا ليه؟ هو مش هيشوف حاجة غير شايف بنية تحتية قوية، شايف إبراج، شايف شوارع واسعة، ده اللي شايف بيحصل إبهار بالزبط. شايف ده اللي بيحصل في العاصمة دلوقتي. فطبعا لو كل واحد فينا بص لا دي دولة جديدة، دي حقيقة. فاحنا النهاردة لازم عنينا عليها، طبعا عنينا عليها بشكل قوي جدا، لأن هو ده المستقبل الجديد، لأن انت بدأت تبني حاجة جديدة بـ 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 بالشكل الحديث بالظبط. فخلاص بقى الشكل الحديث ده تجاوزنا هو كل أخطاء الماضي، تجاوزنا بالزبط. كل المشاكل اللي تعرضنا ليها، عملنا مدن ذكية، عملنا مدينة ذكية كما يقول الكتاب زي ما بيقولوا. الحقيقة إنه أتمنى إن احنا يتجدد اللقاء مرة ثانية، وأنا زي ما وعدت حضرتك احنا قدامنا سنتين وهقول لك على المشروع بتاع الاستثمار الرياضي. سنتين ولا سنة؟ لا من سنة لسنتين، من سنة لسنتين. هو موضوع كبير مش صغير برضه زي ما حضرتك قلت، طبعاً هياخد وقت طبعا طبعا، بس احنا بنسعى في 24 ساعة شغل على الاستثمار الرياضي والاستثمار الصناعي برضه شغالين ان شاء الله. هتجدد لقائنا اكيد باذن الله ان شاء الله باذن الله، واتمنى انه لقائنا اللي جاي يكون في المصانع بقى، يعني في المصنع بتاعك ان شاء الله باذن الله، علشان على الاقل حتى يعني الشباب يشوف وتشوف المنتجات ونشوف المنتجات. مش حابب اطلع طبعا المنتجات هنا خالص، احنا طالعين بنتكلم جنرال على افادات معينه، وانا حابب جدا جدا، نفسي انا لما بشوف شاب ناجح او وحتى لو في مجالي انا ببسط، بحس ان انا مدام مجالي بينجح يبقى انا هنجح. الله عليك، فدي مهمه جدا ان انا نفسي الشباب تتحرك، وهي والله ثانيه بالزبط. مش سنين زي ما بيقولوا تعبنا، ثانيه فكر في الثانيه قول انا هنجح، خد بس قرار، خد قرار بالظبط.
أستاذ أحمد صادق رجل الأعمال، اللي بتمنى أني أشوف شباب كتير جدا في مصر مثل هذا النموذج الرائع. بشكرك كل الشكر وبتمنى لك كل التوفيق والنجاح في مشروعاتك، سواء في قطاع التغذية أو في قطاع الرياضة. بشكرك يا فندم، تحياتي. مشاهدينا، فاصل قصير وهرجع أكمل فقراتي مع حضرتكم. ما بين مبادرة جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية بفايدة 11% وما بين أكبر طرح حكومي لشركات الدولة في البورصة المصرية، ملامح 2023 بدأت تتضح في أول 60 يوم من العام. العام اللي جاي في أعقاب سنتين من الحرب العالمية والجائحة والتشديد النقدي من البنوك المركزية، بيستقبله قطاع الصناعة في مصر بخليط من التفاؤل الحذر، إدراكا منه بأن التحديات موجودة لكن الفرص باقية هي كمان. كشف حساب مال الحكومة وما عليها هيكون محور حديثنا النهاردة مع رجل الصناعة الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بك. يمكن زي ما قلت لحضرتك قبل الهوى أنه الصناعة من القطاعات المحببة جدا لقلبي، ولأنه الصناعة أنا مؤمنة زي غيري كتير جدا أن الصناعة هي الركيزة الأساسية في التقدم والاستقرار، فعشان كده بنحب دايما نناقش كل ما للصناعة وما عليها. تمام. عشان كده عايزة حضرتك تقولي رؤيتك لقطاع الصناعة في مصر فيما هو قادم. يمكن 2022 كانت مليانة تحديات، استقبلنا 2023 بالخوف والحذر الشديد جدا من ما هو قادم، لكن أعتقد أنه رجال الصناعة ممكن يكون عندهم رؤية تانية خالص بحكم أنهم موجودين في المطبخ وعارفين المشاكل وعارفين حتى مطبخ الحكومة فيه إيه من حلول. تمام. بس في الأول أحب أقول لك، بس عشان أنت قلتي حرب عالمية، إن شاء الله ما يبقاش في حرب عالمية ولا حاجة، يعني هي إن شاء الله تخلص الأمور، لأنها طبعا عاملة ربكة في العالم كله. صحيح. في كل المناحي الاقتصادية والاجتماعية وكل حاجة. أنا عاوز أقول لحضرتك أن التحديات فعلا صعبة، بس إحنا كرجال صناعة يعني حريصين، وأن إحنا في ظل الظروف اللي إحنا فيها دي يبقى فيه أفكار وتركيز على هذه الأفكار، أن إحنا نزود الإنتاجية بتاعتنا ونقلل الفاتورة الاستيرادية، لأنها في الآخر هي يعني ليها تأثير سلبي علينا، عشان عدم وفرة الدولار، والدولة محملة طبعا بأعباء كبيرة في هذه المسألة. كتر الطلب على الدولار نتيجة احتياجات المكملات أو المكونات اللي هي بتيجي من الخارج، أو حتى الحاجات التامة الصنع اللي بتيجي من الخارج، من مصلحتنا احنا كرجال صناعة ان احنا نقلل هذه الفاتورة، وان احنا نركز على تصنيع هذه المنتجات، سواء إذا كانت منتجات كاملة أو مستلزمات إنتاج للصناعات القائمة، انها تبقى تتعمل هنا في مصر ونقلل هذه الفاتورة. الفترة اللي احنا فيها دي والفترة الجاية، التركيز على الاهتمام بالصناعة بقى محور ضرورة ملحة، محور كبير جدا من الدولة ومركزة عليه. الموضوع ده اتأخر شوية معلش، بس يعني لازم في كل حاجة تبقى ليها بداية، فكون ان احنا نبتدي في عملية التركيز على الصناعة المحلية وتنقية العوائق اللي هي موجودة مع رجال الصناعة دي، اللي احنا شايفينه دلوقتي ان بقت الدولة مثلا دلوقتي بتشوف الهيئات والجهات اللي ليها صلة بالصناعة وتراخيص الصناعة وتجديد التراخيص والكلام من ده، بقى فيها رؤية ان الحاجات دي لازم تخلص
بدون عوائق وبدون بيروقراطية وبدون وقت زيادة. فده دي مسألة احنا شايفينها ما كانتش موجودة قبل كده، دلوقتي بقت موجودة. موجودة في شكل رؤية ولا في شكل تنفيذ؟ يعني انا فاكرة كويس جدا جدا تصريح ل رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بيقول فيه احنا فخورين انه رخصة المصانع بتطلع في 90 يوم. انا الحقيقة مش شايفة انه سبب يدعو للفخر. 90 يوم ده رقم في عمر الصناعة، رقم كبير جدا جدا وفلوس كتير جدا مهدرة. فهل الرؤية اللي حضرتك بتتكلم عنها ما زالت في إطار الرؤية النظرية ولا تم تطبيق؟ هو ابتدى فعلا في تغيير، وتغيير جوهري في الهيئات المنوط بها استخراج هذه التراخيص أو تجديد التراخيص القديمة أو التعامل مع عدة جهات عشان من دفاع مدني أو حماية مدنية، من بيئة، من كلام ده كله. بقى في اتجاه على ان توحيد الشباك، توحيد الكلام من ده، وان احنا نخلص في وقت. والاخر حاجه عملوها حكايه الرخصه الذهبيه دي انها بالزبط. تخلص في النو تايم، يعني في وقت قليل جدا. وبعدين عاوز تعمل بعد كده انفستيجيشن، عاوز تيجي تفتش على المصنع، عاوز تشوفه هو منفذ الاشتراطات المطلوبه منه ولا لا. تعالى، ما حدش بيقول لا، لكن ما فيش داعي ان البدايه تبقى فيها معوقات. وده اللي احنا لامسينه في سنه 23. هو قبل الترخيص يا فندم في تحدي ضخم جدا وكبير جدا، هو الارض. هل في إتاحة للأراضي؟ يعني أنا لو عايزة أفتح مصنع ورحت لهيئة التنمية الصناعية وقلت لهم أنا عايزة أرض عشان أفتح مصنع، هيئة التنمية الصناعية هتديني الأرض كده بمنتهى السهولة؟ هقول لحضرتك على حاجة، ممكن يبقى في بعض الأراضي وممكن ما يبقاش في كفاية لهذه الأراضي. فهو طبعا إحنا رجال صناعة مفروض أن إحنا لينا طلبات، زي ما بتقولي حضرتك كده، الأرض تكون مرفقة، صح. رخصة إصدار التراخيص سواء تراخيص المباني أو تراخيص التشغيل، عدم التركيز على إن الأرض دي تتباع بكام. لا، لأن أنت بتتكلم على ناحية صناعة. اقتصادية وصناعة اقتصاد. وليست بالزبط. أرض الواحد هيبيعها ويعمل إعمار ويعمل الكلام ده. فدي الوسائل أو التولز لإقامة الصناعة في مصر وتعميقها وزيادة الإنتاج. فلابد أن تكون نظرة الدولة ليس أن سعر المتر ده بكام، لا، أنا عاوز تبص لي الإنفاق اللي أنا هعمله كاستثمارات ومكن وتشغيل عمالة وفرص عمالة وتقليل بطالة وتدريب العمالة داخل هذه الوحدة عشان تقدر تطلع المنتج بشكل اللي هو اللائق بيه. دي كلها حاجة بيعملها رجل الصناعة بالنيابة عن الدولة. صحيح. فيبقى هدف الدولة هي تتيح له المجالات المطلوبة، وليس ان هو يبيع له متر الأرض بألف وألف ومتين وكلام من ده. لا، الأرض تترفق بالتكاليف، أو حتى لو الدولة رفقتها تديها له حق انتفاع، لأن هو ممكن الفلوس اللي هيحطها في ثمن الأرض يحطها في مكان يجيبها. فهو ده العائق اللي هو ممكن يبقى محتاج حل. موضوع الأرض محتاج حل فيما يتعلق بالأرض، لأن وفرة الأرض، وإحنا عندنا ما شاء الله أراضي كتير جدا في المحاور اللي هي الصحراوية جنب العاشر أو في حزام بتاع 6 أكتوبر أو في المدن الجديدة خارج محافظة القاهرة واسكندرية. عشان نكون منصفين كمان، الصورة ليست قاتمة بشكل مطلق، يعني لأنه الدولة برضو وضعت مجموعة من المبادرات للتيسير على الصناع، ومنها مبادرة الـ 11% الأخيرة اللي تبناها البنك المركزي بفايدة قروض بفايدة 11%. هل بترى أن هذه المبادرات بتيسر لحد ما على قطاع الصناعة وبتساعده على التعافي؟ بص حضرتك، احنا لو بصينا للصورة وقلنا صورة غامقة مش هنشتغل بالظبط. فاحنا عندنا باستمرار نوع من التفاؤل والإحساس ان في تغير. في تغير ممكن يبقى بطيء، عاوز يبقى سرع ماشي سرع. ممكن الدولة
يبقى فيها لقاءات مع المنوط بهم من رجال الصناعة، في لقاءات مستمرة لأخذ الأفكار وتنفيذها إذا كانت تلاقي استحسان وتراها الاقتصاديين في الدولة إنها هتؤتي بثمارها. ما يبقاش بس الدولة بتشتغل في منأى عن آراء رجال الصناعة. احنا توقعنا ده الحقيقة لما جاء رجل صناعة على رأس وزارة الصناعة والتجارة مهندس أحمد سمير، توقعنا أن يحدث ذلك لأنه جاي من قلب القطاع ومؤكد مستشعر جدا بوجع هذا القطاع. ماشي كويس كلام ده اللي حضرتك بتقوليه، بس برضو احنا عاوزين لقاءات، يعني عاوزين لقاءات للحوار، يعني انتوا عاوزين ايه عشان نعمل كذا وكذا وكذا، احنا محتاجين كذا وكذا وكذا، ايه اللي ممكن الدولة تعمله، ايه اللي ممكن القطاع الخاص يعمله، يبقى في زي بيبر، ورقة عمل وبيزنس بلان لكيفية النهوض بالصناعة وزيادة الانتاج القومي في البلد وتقليل فاتورة الاستيراد للمرة الثانية. بالظبط. فهذه اللقاءات يعني دلوقتي بتلاقيها يعني يعني نادرة الحدوث لانشغال الوزير في حاجات احنا عاوزين نقابله نقعد معاه يبقى في عندنا مقترحات عشان نحل الجابية. الموضوع اللي حضرتك بتتكلمي عليه في 11% ده، انا لما قابلت مع الوزير معيط من حوالي يمكن دلوقتي وصلنا إلى أكتر من شهرين ونص أو ثلاث شهور وعملنا لقاءات، وكان معنا الوزير أحمد سمير وكان معنا المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات وأنا وجمعية رجال الأعمال المصريين أستاذ علي عيسى ومهدي بن منزلاوي، وقعدنا في حوارات عشان نوصل لهذا الرقم، وهذا الرقم لغاية دلوقتي لم يتم تطبيقه حتى الآن. حتى الآن يعني المبادرة لم تنفذ؟ لا حتى لا لا الآن لا، قعدنا واتفقنا وقلنا وعملنا، ومعالي الوزير طلع بأرقام ان فيها يبقى 150 مليار، منهم 140 للوركينج كابيتال او رأس المال العامل، و10 مليار للماكينات، وإن الشركة الحد الأقصى ليها 75 مليون، وقلنا ماشي أحسن من لأ عشان نشتغل. بالظبط. وأنا كرئيس جمعية المستثمرين العاشر وزميلي في 6 أكتوبر وكل الاتحاد المستثمرين المصريين، فين هذه المبادرة؟ يعني لازالت المبادرة لم تنفذ حتى تاريخ النهاردة. يعني المبادرة مجمدة حتى مجمدة الآن. والناس كله يقول لك أنا دفعت الشهر فات بفوائد 20% و19% وكلام من ده. الله، هو احنا عشان ناخد قرار وقالوا ان الاتفاقيات البنك الدولي والكلام من ده ان كل وزارة تتحمل بفرق الفايدة. طب فين؟ المشكلة فين؟ نقعد كل شهر، النهاردة انا بدفع حوالي دبلك، يعني من 11 بدفعهم 20%، يعني الضعف. طب وبعدين؟ يعني خلينا اقول لحضرتك انه يمكن البعض بيشوف انه فرص الصناعه بتتضاءل امام فلسفه الادخار، يعني لما البنوك الوطنيه تعمل شهاده ب 25%، هل الصناعه بتكسب 25% بدون ريسك؟ لا، هي الصناعة ما بتكسبش 25%، بس برضو الناس اللي هي بتجري وراء، يعني هو طبعا سيادة محافظ بنك مركزي هو المنوط بيه عمل السياسة المالية، السياسة النقدية في البلد عشان يحد من موضوع التضخم اللي هو موجود. بس الناس اللي هي عندها زي ما بتقولي حضرتك فلوس، يعني ممكن بعض منهم هيجري وراء الفايدة العالية اللي بتدبرها هذه الشهادات، لكن بعض منهم هيبقى عنده نظرة أعمق ان هذه الحاجات زي الأسبرين كده مؤقتة المفعول. بالزبط. وان بالعكس انا هروح اجيب ذهب او هجيب بيت بسعر او هخش في مشروع صناعي
حتى لو كان العائد بتاعه ما هوش بال 25 ولا ال 20، انما على الاقل في كابيتال ريز، في راس مال اللي انا دفعت العشرة بعد سنتين ثلاثة هيبقى قيمتهم 20 بالظبط. هو ده اللي انا يعني انا بحافظ على قيمة كدا. العملة اللي انا حطيتها. مش بس كده، انت كمان اما بتعمل مصنع انت بتوفر فرص عمل، بتفتح بيوت، بتحقق اهداف مجتمعية. انا مش عاوز اتكلم عن الناحية الاجتماعية، يعني المشاركة الاجتماعية دي خلينا احنا بنتكلم دلوقتي على موضوع واحد تاني مختلف. بتكلم على واحد دلوقتي عاوز يحط فلوسه عشان بنك. تجيب له عائد اكتر. فاللي انا بقوله له ان هو مثلا هو هياخد ال 25% بس 25% دي قفلت، او اذا كانت هتدي الكلام ده لمده سنه وتخلص، ولما نيجي تاني بقى ممكن الاقتصاد ان شاء الله يكون اتعدل ونقول لا والله خلاص الفايده هتنزل، فيبقى هو كده ما استفادش. لكن لما بيحط فلوسه في حاجه ثابته، صناعه، عقار، حاجات كده، دي بيحافظ عليها ويبقى ليها قيمة غير العائد. يعني لو كان العائد ما هوش كافي بالنسبة له أو مش مغري، لكن قيمة العشر اللي حاططهم دي لما يجي يعمل تقييم لهذه الصناعة أو لهذا البيت ستضاعف عشرة المرات، هلاقي في زيادة في رأس ماله اللي هو حاطه. الحقيقة فندم أنه الحوار مع حضرتك يعني في منتهى الروعة، وكنت أتمنى يكون عندي وقت ونكمل الحوار أكتر وأكتر، لكن إن شاء الله يتجدد اللقاء مرة تانية. رجل الصناعة الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، شكرا جزيلا لحضرتك. تحياتي مشاهدينا، بكده انتهت حلقتنا النهاردة. أشكركم على طيب المتابعة، كنت معكم حنان موج، دمتم في أمان الله.